كيف اختراق فريق برشلونة؟ كيف الفوز عليه؟ كيف الحفاظ؟ ماذا يفعل الآن دافيد لويز على مستوى خط التماس؟ يهيئ أن ينفي نفسه. لماذا؟ هل لكي يدخل في وسط الميدان؟ يبقى حل، لأنه فريق باريس سان جيرمان في غياب تياغو موتا أعتقد بأنه نقصه قائد عمليات، نقصه واحد اللي يبادر، واحد اللي يصنع اللعب. هل يكون دافيد لويز اللي نعرفوه بأنه عنده الكثير من الجرأة، هل ممكن هو يدخل في وسط الميدان؟ طبعا ميسي انطلق، هاي الكرة صعبة، ميسي لعبها مع نيمورو. الفنان مع الساحر، لعبة ثنائية بين ميسي ونيمار. البارسا تفتح مجال التسجيل قبل الدقيقة 20 من عمر المباراة. خطأ فادع على مستوى دفاع فريق برشلونة. أين كان؟ أين كان في هذه اللعبة؟ هل يترك ليو ميسي ينطلق هكذا من حوالي 40 متر؟ ليو انطلق، ليو مرر، نيمار سجل، والبارسا متفوقة بهدف مقابل صفر في البارك دي بلانس. الممنوع أن يترك ليو ميسي هكذا، يتوغل ويمرر لنيمار. البارسا تفتح مجال التسجيل، ميسي باليمنى يمرر، باليسرى يمرر، ونيمار أمام الحراس لا يضيع. البارسا متفوقة على برشلونة، على باريس سان جيرمان عند الدقيقة 19 بهدف مقابل صفر. هل كان الباريزيون تشافي في الوسط يرجع لجيرار بيكي. غافي الماتشيرانو يرجع لبيكي مرة ثانية. راكيتيتش، هاي الكرة من هناك لمونتويا على الجهة اليمنى، خرج له سواريز، الحق عليها لويس سواريز، يراوغ سواريز، دخل سواريز، يواصل سواريز، جول جول. قلنا عليه بأنه وحش، قلنا عليه بأنه قاتل، قلنا بأنه عندما يكون مع الساحر ومع الفنان الماهر لويس سواريز يصنع الفارق. خداع يا لويس سواريز، خداع. استلم من هناك على الجهة اليمنى، مرة من أمام دافيد لويس. لو كان دافيد لويس في أحسن أحواله ما كان ليمر سواريز بهذه السهولة. شوف لهذا مرة ثانية، استلم على الجهة اليمنى وراوغ، مرة من أمامه بسهولة، من أمام الثالث، صمد الثاني، صمد أمام الثالث، وسجل أمام الرابع الحارس. لويس سواريز يضيف الثاني لبرشلونة ويسجل هدفه الخامس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. لويس سواريز يضيف الثاني للبارسا، متفوقة على البي اس جي بهدفين مقابل صفر. قلت لكم بأن سيناريو المباراة يجب أن يسجل في هدف ثاني، لأنه السيناريو كان يوحي بأنه سيكون في هدف ثاني وربما ثالث، كنت أقول سواء من البي اس جي أو من البارسا. هدفان مقابل صفر. عنده سواريز، هاي كرة صعبة، سواريز، راح سواريز، با 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 جول. جول يا سواريز، جول يا سواريز، جول يا سواريز. أين أنت يا دافيد سيلفا؟ يا دافيد لويس، أين أنت يا دافيد لويس؟ أنت يا دافيد لويس اليوم حاضر غايب، أنت تعبان وغير قادر يا دافيد لويس. وأمام القاتل، أمام الوحش، أمام الماكر، أمام لويس سواريز يسجل الثنائية في هذه الأمسية والثالث للبارسا في ملعب حديقة الأمراء. باريس سان جيرمان منهزم أمام برشلونة بالثلاثية 3-0. مونتويا سيخرج الآن وسيحدث التغيير في فريق برشلونة. تخطئ أمام لويس سواريز تدفع الثمن، حطها في الزاوية التي يسكن فيها إبليس. شوف الكرة، البراعة والقوة، حطها في الزاوية. الهدف ثالث من أروع ما يكون من سواريز. هذا هو سواريز، يلمس 6-7 كرات في المباراة، يسجل هدفين. التغيير حدث في هذه اللحظات، دخل أدريانو في مكان مونتويا في ثالث تغيير في تشكيلة فريق. يزال يا يوان كاباي، هاي الكرة لبلاس ماتويدي من هناك على الجهة اليسرى، يوزعها بلاس ماتويدي في القائمة الثانية لكافاني وجوردي ألبا. غريغوري فان دير فيل، أرضية، جول. غريغوري فان دير فيل، أرضية، جول. فيديران صديق سجلها جيريمي ماتيو الفرنسي، سجل لفرنسا لباريس سان جيرمان هدف أول في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.
تسديدة غريغوري فاندرفيل، أرضية ساحبة اصطدمت في رجل جريمي ماتيو، غلط حارس مارك أندري تير شتيغن ما لم يقدر عليه الباريسيون، فعله المدافع جريمي ماتيو سجل ضد مرمى. صارت النتيجة 3-1 للبارسا أمام الباريس سان جيرمان في ملعب البارك دي برانس.